تغذية متوازنة في شهر رمضان الكريم مع الدكتورة مريم الوهبي. صباح الخير، مرحبا بك دكتورة مريم. صباح الخير للا جيهان، صباح الخير مستمعين ومستمعات الكرام. ان شاء الله هاد الليلة تزينا مزيان وتكون بالأجر والحسنات ان شاء الله. مرحبا مرحبا دكتورة، وكرحبوا بكل المستمعين والمستمعات أنهم يتبعوا معنا فقراتنا وفقرة صحتي في مكلتي، إطلالة يعني شاسعة وواسعة من خلالكم دكتورة. كنحاولوا نوضحوا فيه يعني بعض السلوكيات الخاطئة اللي كنديروا في شهر رمضان الكريم، خصوصا في مائدة رمضان. تكلمنا على الفطور، تكلمنا على شنو هي التركيبة المتوازنة اللي ممكن تكون، تكلمنا على ما كملناش الذي هالبارح تماما لا. اذا وصلنا باذن الله اننا سالينا فطورنا، ولا باقي شي شهوه اخرى نزيدوها؟ لا مريم باقي، وراكي مهليه راكي مهليه وفايته ليه. تفضلي. ايوا شفتي، وهذه باش نضعفوا يعني فهمتي، راه ماشي الحرمان. نعم، كيف ما قلتيهم يعني ياخذوا هذاك نقولوا الطبق الرئيسي. فيه الحيمه، فيه الدجيجه، فيه الكبده مع الخضر. من بعد عاد نقدر ناخذ النشويات. يعني بطريقه معمره، ولا شويه الخبز، ولا مثلا بريوات ملحين، ما عنديش مشكل. بريوه ماشي ماشي وحيده، ولا كانوا صغيرين جوج ما يحرمش راسو. هنا تيسالي، هنا تيسالي الفطور. داكوغ، دونك بهذه الطريقه هذه تيخليني انني بصح نضعف، لان ما غاديش تكون واحد الوجبه اخرى من بعد. قد تنعرف بزاف الناس كاين اللي تفطر وهاد تيمشي تشرب. نعم، ولكن انا تنفضل اللي بغى يضعف يدير هاد الطريقه. نعم، تيخلينا بصح ان الجسم تنحفزو باش يضعف، تنعطيه الماكله في واحد الوقيته وتنريحو. وكنتحايل عليه نوعا ما في انه كنشبع، لانه ملي كتشبع ما كتبقاش تفكر انك تاكل. دكتوره مريم، بطبيعه الحال وحنا راه ذكرنا راه غيشرب الحريره، غياكل التمر، غياكل طبق رئيسي، غياكل شليضه بالضبط معمر، هادشي كله تبارك الله ما يشبعش. ماشي هذا ما متحايلاش عليه، هذا جيت للواقع، جيت اونيت الواقع. فوالا، الوغ دابا مشينا نصليو، الله يتقبل هذاك العشاء. نعم، يا ربي امين التراويح، تنرجعو تنقدرو ناخدو ان فخوي، لان ما خديناش العصير. طيب في العاده الناس كتدي معها التراويح تميرات والماء، مزيانه هاد المساله دكتوره مريم الوالي؟ لا ما مزياناش، لان التمر تيطلع السكر دغيا. نعم، وبالتالي ما تيجي نكمل هذوك التراويح تنكون سخفت. لاكور، سيرتو انك تكون واكله قبل. نعم، دونك ليديال هو ان يعني الا كليت هذا الشيء ما محتاجاش ان نديت معايا التمر التراويح. هذا الشيء هذا تيقدر انه يخليني معدل السكر ديالي يكون معتدل، وبالتالي هذوك التراويح ندوزو مزيان، ما كاين لا سخفه فيها لا والو. ومن بعد نمشي ندير هذاك الدريس ديال اتاي، ندير مثلا نحط لي تخوي قدامي. نعم، واللي هنايا نقول مثلا يقدر مره ياخذ ديك الشبيبيكيه، ولا ديك شويه تاع السلو، ياك، ولا هذيك المريوه ديالك انا اللي جهه صافي مسموح، صافي الضوء الخضر شعل. صافي مزيان. اذا من وراء التراويح داك يعني شحال من معلقه ديال السلو زعما، غير باش نكونوا يعني معلقه تاع السلو الا بغينا نضعفوا، لان السلو حتى هو فيه بزاف، وعلى حسب التركيبه ديال السلو. التركيبه ديالو ودابا وليت تنشوف ان العيالات ولاو تقدموا فيه بصح، ولاو كيقلبوا على الصحي، ولاو تيقلبوا على الصحي. واخا العام اللي فات شفت ديت السلو بشكل بالشوكولات وبالبراليني داك اجتهادات. مزيان اللي قدر عليه مرحبا، واللي كانت صحتو بخير مرحبا. تفضلي. دونك السلو الا كان غيكون صحي، يعني ما فيهش بزاف ديال الفرينه البيضاء وفيه تقاوت بزاف، ممكن يمشي حتى لاربعه المعالق، خمسه المعالق صغار فقط. ونقدر الا ما كليتوش مثلا مع التراويح، مسموح ناكلو في السحور. السحور تسحروا فان في السحور بركه دكتوره مريم، وصحه كذلك. نعم، دوك هذاك السحور نقدر نخلي هذاك السلو نتسحر به مع كاس الحليب. هنا غنتكلم على مشتقات الحليب او لا ياغورت او الرايب البلدي. نعم، او الرايب البلدي. نعم، رائع جدا. نعم،
او كاس ديال اللبن مثلا، كاس تاع اللبن. علاش انت نقول سلو مع هاد الاشياء او ما قلتش مع اتاي الى غير ذلك؟ لان سلو غالبا تيكون حلو، تيكون دائما سنيده اما العسل. دوك باش نكسر هذاك المؤشر تاع السكر تاع السلو، كنقدر ناخذ كويس الحليب او لا مشتقات الحليب اون جينيرال. داكوغ، دونك هذه الا خديناها في الطهر. اما الا خديناها مثلا من بعد التراويح، ما مسموحش ليا ناكل كميات كبيره، وغنشرب مع ديك كويس تاع اتاي ولا كويس تاع مرد الدوش ولا كويس كذلك ديال السلميه، رائعه. داكوغ، وما ننساش الماء. الماء 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 بشكل متواصل، لانه كيتنسى كيتنسى، والوقت كما ذكرنا انه وقت ضيق جدا ما بين الفطور وما بين السحور. دكتوره اش كاين اللي تينزل على اطره الماء في الفطور وصافي تيتبلوكا؟ دونك ليديال هو نقسم هذيك اطرون حتى لجوج، يعني بين الفطور حتى السحور. وكاين اللي تيقول لك انا تنعس بكري، دونك يشوف كيفاش يقاد الامور ديالو، يشرب نفس الكميه ولا اكثر من نفس الكميه بين الفطور والنعاس ديالو، من بعد ملي تيقدر يتسحر يشرب الكميه الاخرى. دونك هنايا ذكرنا مجموعه ديال الاشياء اللي ممكن يديرها مورا التراويح، اما مثلا الفاكهه، اما هذيك الشبيبيكيه مره مره ماشي يوميا، اما هذيك البريوات، اما سلو ماشي كاملين في طبله واحده. ونقدر هنا ندخل دوك الفواكه الجافه، رائعين. تنهضر على اللوز، تنهضر على الكركاع، تنهضر على الحمص، تنهضر على اشياء اخرى، ماشي التمر، ماشي الشريحه، هذاك الشيء راه كلينا في الفطور. طيب، البناء ديالك في التوصيات وفي النصائح كان واضح، وبخصوص الناس اللي قلتي في الفطور كياخذوا البروتين، يعني كياخذوا ديك الكبيده، كياخذوا الكفيته. كاين ناس اللي في الفطور عندهم فطور كلاسيكي عادي بازيك ديال الناس القدام، ديال القهوه ومليويات، بيضات، بطبيطات، الحريره، الشباكيه، التمر. هاد الناس كيبغيو يتعشاو دكتوره مريم الوهلي في العشاء. هاد العشاء هذا واش غيعاوننا على زياده في الوزن او نقصان الوزن؟ وكيفاش ممكن يعني ما نطيحوش في الخطا؟ على حسب التركيبه، شكرا. لان بصح مجموعه المغاربه الاغلبيه تيديرها الطريقه هذه، تياخذ فطور كلاسيكي وتيخلي العشاء لوقيت العشاء، يعني شويه مع نقولوا 12 وحدة الليل، واخا ماشي صحي ناكل في هذيك الوقيت العشاء بكل صراحه، ولكن هذه عاده داخله في ثقافتنا، ماشي مشكل، غير خاصنا نصححوها. مثلا دابا الفطور انا فيه كما قلتي البيض، يعني بروتينات، فيه حريره، الحريره راه فيها بروتينات وفيها اللحم وفيها ذاك الحمص، ممكن تكون شوربه، ممكن تكون كل واحد على قد المستطاع. الله يعطيكم السر. انا دابا هادشي دابا اللي تيبغى يتعشى وغيتعشى متاخر خاصو يرد البال الفطور شنو فيه التركيبه ديالو. ناكل هذيك البيضه، نشرب هذيك الحريره، داكوغ، وما نكثرش بزاف من النشويات. داكوغ، من حقه اللي انا ما غاديش ياكل وجبه رئيسيه في هذيك الوقيته، من حقه مثلا ياكل بطبوطه مع المراه. داكوغ، ولا بطبوطه مع شويه مثلا ديال زويته بلديه، ولا الزبده بلديه مثلا اللي تيديرها كذلك، ما عنديش اشكاليه. داكوغ، غير ما يخلطش يعني النشويات، يعني يدوز من البطبوط يمشي للبغرير، ومن البغرير يمشي للمسمن، هذه خاطئه. داكوغ، ياكل تيب واحد ديال النشويات، ومن بعد يمشي للتراويح، ومن بعد من يجي يقدر ياخذ العشاء ديالو. تركيبه العشاء يستحسن الا كنا غادي نتعطلوا فيها يكون فيها بروتينات والخضار، من الاحسن الخضار تكون طيبه او نص طيبه. ملي تنتعطلوا ما نسمحش لينا ناخذوا بزاف شلاضه خضراء، لانها تدي انتفاخات وغازات، خصوصا انا غنعسهم مباشره موراها. دونك يستحسن عندك الخضار اما يطيبوا فور، اما في الفراد، اما نسلقه. طيب داكوغ، ونديرو معاها بروتينات، يعني الحيمه، الدجاج، الشوت. وهنايا واش النشويات ممكن ناكلهم ولا لا؟ على حسب الكميه اللي خديتي في الفطور. الا خديتي كميه كبيره في الفطور، يستحسن انك ما تاكلش النشويات مع الوجبه الرئيسيه. كنتي يعني كنتي متوازن، تقدر تاخذ شويه الرز، تقدر تاخذ شويه الخبز مع هذيك الوجبه الرئيسيه ديالك، ما تنطاتيش المشكل. بإذن الله سنتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع، وبالنسبة للصيام لمرضى السكري كذلك، بالنسبة لفرط ضغط الدم كذلك دكتورة مريم الوهلي، سنعطي كذلك أمثلة على وجبة الإفطار بالنسبة للصيام أثناء الحمل والرضاعة دكتورة مريم الوهلي. مشكورة جدا، كنت معنا في توازن غذائي لتعويض وتنظيم كذلك مستويات الطاقة بالنسبة للناس اللي كيصوموا في شهر رمضان الكريم. الصحة والعافية للجميع، ولك للا مريم الوهلي.